السلام عليكم ورحمة الله، موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، أهلا بكم. شن الطيران الروسي غارات على بلدة خان طومان وفي محيط مطار كويرس العسكري بري في حلب، بينما دمر الثوار دبابة لقوات النظام على محور تل حدية، كما استهدفوا بقذائف الدبابات تجمعات لقوات النظام في مبنى الفاميلي هاوس بمدينة حلب. قصف الثوار بقذائف الهاون وصواريخ جراد معاقل قوات النظام في تلال الجب الأحمر وجب الغار وصلنفة في ريف اللاذقية وحققوا إصابات مباشرة، فيما دارت اشتباكات بين الطرفين على محور قريتي غمام الداغشلية وكذلك في منطقة الجب الأحمر. سقط جرحى من المدنيين في مدينة خان شيخون بريف إدلب جراء غارة للطيران الروسي، كما تعرضت ناحية التمانع لقصف مماثل دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. استهدف الثوار بقذائف الهاون معاقل قوات النظام في مدينة محردة بريف حما وحققوا إصابات مباشرة، في حين استهدفت قوات النظام مدينتي مورك واللطامنة بالمدفعية الثقيلة، كما شن الطيران الروسي غارة على بلدة قلعة المضيق خلفت دمارا في البنية التحتية. تجددت الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام اليوم في منطقة المرج بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل 5 من عناصر النظام. وفي الغوطة الغربية تعرضت مدينة داريا لقصف بالبراميل المتفجرة وصواريخ أرض. وفي خبرنا الأخير، جرح عشرات المدنيين في تدمر بريف حمص جراء قصف الطيران الروسي، بينما اندلعت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات النظام في بلدة مهين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. نهاية الموجز، استودعكم الله.